بص يا فندم، التمثيل التجاري لا يقتصر دوره بس على امداد المصدر المصري والمنتج المصري ببيانات عن السوق الخارجي، لا، هو بيانات عن السوق، بيانات عن مصدرين، بيانات عن الدولة نفسها. في نفس الوقت التمثيل التجاري ممكن بيرتب أي زيارات شركات مصرية في الخارج، بيرتب لهم مقابلات مع وزرائهم من المستوردين بقى اللي في الدولة، إذا في مشكلة واجهت المصدر المصري في هذه السوق المكتب التجاري بيسعى إلى حلها وهكذا. يعني كل ما يتعلق بالعملية التصديرية وخدمة المصدر المصري احنا بنقوم بيه. يمكن الاطلاع على فرص تصديرية اللي بنتاحها أو على دراسات الأسواق اللي بيتاحها للتمثيل التجاري على الويب سايت الخاص بالتمثيل التجاري اللي هو www.ecs.gov.eg.